ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان اليوم بصنعاء مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن جيم ماريوت الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وإصلاح قطاع الخدمة المدنية الذي تم تنفيذه وكذا ما يتم تنفيذه حاليا وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية. وفي اللقاء أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات بأن قيادة الوزارة تعمل على التخلص من الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين، مشيرا إلى أن اتفاق السلم والشراكة تضمن كثيرا من مهام بناء المؤسسات والإصلاح المالي والإداري وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة، حيث ستتم كل التعيينات في الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والنزاهة. وأشار الوزير شمسان إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات حقيقية تؤدي إلى بناء الدولة المدنية الحديثة التي يصبو إليها جميع اليمنيون. دون شك يعني بأن اتفاق السلم والشراكة تضمن الكثير من المهام المرتبطة ببناء دولة المؤسسات، المرتبطة بالإصلاح المؤسسي والإصلاح الإداري، المرتبطة بتطبيق مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في شغل الوظيفة العامة. يعني هذه المهام الأساسية التي تمثل التحديات الكبيرة في تنفيذ عملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، ناهيك عن المهام المتعلقة بالتخلص من أوجه الفساد المتمثل في الموظفين المزدوجين والوهميين، وأيضا الإصلاحات المتعلقة في الجوانب الإنفاقات الغير القانونية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة. وفي سياق متصل أكدت السفيرة البريطانية بصنعاء جيم ماريوت بأن المملكة المتحدة أشادت كثيرا بإصلاحات الخدمة المدنية التي جرت مؤخرا، مطالبة الجهات المعنية بمواصلة تلك الجهود حتى يتم التخلص من الازدواج الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة. المملكة المتحدة معجبة كثيرا بعمل وزير الخدمة المدنية السيد نبيل شمسان، ونحن نرى أنه رجل مناسب في مكانه، واليمنيون الآن يعملون وسيصلون إلى المكان الذي يكونون فيه يحصلون على ما يستحقونه، ويتم التخلص من جميع المظاهر السلبية من الازدواج الوظيفي وغيره.